اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم غادي نشارك معكم وصفه صحيه، مافين شوكولا من غير ما يكون فيه زيت، من غير ما يكون فيه سكر ابيض، من غير ما يكون فيه فارينه، وكذلك معمول بالكابويا اللي هي الكوسا في البلدان الثانيه. زينتو هنايا بالنوتيلا اللي كنت شاركت معكم الوصفه غير بثلاث مكونات، من غير نشا، من غير سكر، من غير حليب بودره. انا هخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، ولكن يعني صراحه انا ناكلو من غير ما نزيد عليه حتى حاجه، بنين بزاف وخفيف. غير نتوما الا بغيتو تدريجيا تعودوا ولادكم على الاكل الصحي، معليش شويه كونفيتور، شويه لاكريم، شويه شوكولا، معليش غير باش تعودوهم تدريجيا ويخلو لي جاتو هذوك اللي تشراو من برا ويتعودوا ياكل لكم الجاتو تاع الدار. الوصفه غادي نكونوا محتاجين 4 حبات بيض غسلتهم، غادي نكونوا محتاجين 250 غرام تاع كابويا كيما راكم تشوفوا غابي مبشوره. انا درتها غابي غليظه، ولكن بغيتو ديروها رقيقه رقوها، مي مش غادي يعني الطعم ما تحسوش به ابدا ابدا ابدا، جربوها كتبوا لي في التعليقات. شوكولا نكونوا محتاجين 200 غرام، يعني اقل حاجه نسبه دو 70% باش يعني تستفادوا من الجاتو وما يكونش مسكر. ناخذ من السكر والستيفيا غير 5 مغارف تاع ماكله باسكو الشوكولا مر. ندي 40 غرام تاع مايزينا، هذا مكان يعني من غير جلوتين، ومغرف صغيره تاع خميره حلويات. كيما راكم تشوفوا حطيت بحبات بيض، ما تنساوش دائما بانسيت سال، يعني هذيك الدره القرصه تاع الملح باش تعزز طعم السكر في الجاتو وتشيل تاني هذيك الريحه تاع البيض. ومن بعد زدت عليهم 4 مغارف تاع ستيفيا، ما كملش 4 مغارف، ومغرف تاع سكر جوز الهند غير باش ننوع يعني من السكر اللي حطيته فيها. طبعا ستيفيا من غير سعرات حراريه، سكر جوز الهند انديس غليسيميك 35 ل 40، من 35 ل 40 يعني ماشي عالي، ولكن فيه معادن وفيه فيتامينات مش موجوده طبعا في ستيفيا. وزنت 40 غرام تاع مايزينا نشا وغربلتهم فوق الخليط تاعي تاع البيض والسكر، وحطيت فيهم ملعقه صغيره مغرف صغيره تاع خميره الحلويات. خلاص دمجتهم بعد مليح، وغادي نزيد نحط عليهم الكابويا هذه اللي عندي. كما قلت لكم نتوما لا راكم خايفين منها، بصح ما تخافوش، صدقوني امنوني ما تخافوش، ما كاش كاع الطعم. انا خليتها شويه غليظه، بقات دي فوا في الجاتو كنت تحلوه تشوفوا يعني واحد النقطه تبيضين كشغل نواه كوكو، مي نتوما لا يعني بسيكولوجيا ما تستحملوش ان يكون فيها الكابويا، رحوها رقيقه على كيما هكاك، ما تعصروها ما والو. كاين دي جاتو يديروها ويحطوا فيها شويه ملح ومن بعد يعصروها في فوطه ولا في سربيته ولا في طخشون، انا كيما شفتوا ما عصرتهاش، حطيتها خلطتها مليح. ومن بعد نجي نحط عليها 200 غرام تاع الشوكولاته السوداء اللي كنت خليتها يعني اللي كنت ذوبتها في الميكرووند. الشكل تاعها في الاول غادي يخوفكم شويه يدير حبيبات، بصح خلطوها مليح وما تخافوش، ومن بعد تولي متجانسه وغادي تشوفوا هذا الشيء في الفيديو.
حطيتها في قوالب صغار، انتم حطوها في الحاجة اللي عندكم، سواء قالب مدور، قالب مربع، قالب تاع كيك، كيما تبغوا تطلع وتنتفخ معاكم في الفرن، وغادي تشوفوا الشكل تاعها النهائي. ودخلتها على فرن كنت مسخناته من قبل على درجة حرارة 180 وخليتهم لحد ما طابوا، يعني يكونوا صغار كيما هكاك 20 دقيقة يطيبوا. كون كيك باغ اكزومبل ممكن يدي منك 35 دقيقة على خاطرش الكتلة كبيرة. نتوما شكوا فيه يعني عود وشوفوا ان كان طاب ولا لا، وخلاص بالصحة والراحة، وان شاء الله تعجبكم الوصفة، ان شاء الله تجربوها، تكتبوا لي في التعليقات، وما تنساوش اشتراك القناة ولايك. ونقول لكم خليكم في امان الله. شاركت معكم وصفة عزيزة عليا بزاف، ومدخلتها في النظام الغذائي تاعي، ممكن ناكل منها حبتين سواء الصباح، سواء مع الكوتي تاعي، مع كاس شاي ولا مع كاس قهوة بالحليب كما احنا نحبوه في الجزائر.